واحدة من أشهر ما غنى، لكنه لم يحبها ووصفها بأنها قطعة من القذارة. فماذا تعرفون عن فرانك سيناترا؟ حياته كانت مثيرة للاهتمام، بداية بقصة ولادته. حين وضعته والدته في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، عانت نتيجة كبر حجمه. اضطر الأطباء حينها لاستخدام ملقة لتسهيل عملية الولادة، ما أدى إلى حدوث ندوب في خده الأيسر ورقبته وثقب في طبلة أذنه، أضرار صاحبته طوال حياته. ومع كل المعاناة ولد وهو لا يتنفس، ما دعا جدته إلى وضعه تحت مياه باردة لتخرج من تحتها أولى صرخاته. الأمريكي لأبوين مهاجرين من أصول إيطالية، واحد من أشهر وأكثر المغنين تأثيراً في القرن العشرين، وأحد أكثر الفنانين مبيعات في التاريخ. قرر سيناترا أن يحترف الغناء متأثراً بعرض أداء للمغني الشهير بينغ كروسبي. حظي بأبرز فرصه لتحقيق غايته في أواخر ثلاثينيات القرن الماضي، عندما كان مع فرقة الإخوة دورسي. لكن نجمه بدأ بالسطوع فعلاً عندما برز أداؤه المنفرد وصوته في غناء نمط الجاز بكل أنواعه، وأصدر ألبومه الأول صوت فرانك سيناترا عام 1946. الثقب في طبلة أذنه الذي اكتسبه عند الولادة لم يؤثر على قدراته الصوتية، ولكنه شفع له بعدم إكمال الخدمة العسكرية في الحرب العالمية الثانية. مسيرة فرانك الفنية ما بين الموسيقى والأفلام تخللها صعود وهبوط. في مجال الأفلام عمل ممثلاً ومنتجاً وأخرج فيلماً واحداً، وحاز خلال مسيرته على 11 جائزة غرامي، فضلاً عن جوائز الأوسكار والجولدن جلوب. اعتزل الفن أول مرة عام 1970. لكنه عاد بعد عامين مسجلاً عدة ألبومات إضافة لعدة عروض حية. حياة سيناترا تضمنت في أحد جوانبها نشاطاً على الصعيد السياسي، حين شارك في حملات انتخابية للرئيسين فرانكلين روزفلت وجون كينيدي. لكنه لاحقاً تخلى عن الولاء للحزب الديمقراطي وانتقل للتغني بالحزب الجمهوري. وعام 1985 منحه الرئيس رونالد ريغان وسام الحرية الرئاسي، وهو أعلى تكريم يمنحه الرئيس لمواطن أمريكي مدني. رغم ارتباط موسيقاه بالملابس الرسمية والحياة الرغيدة والرقي، إلا أنه كان يحب الوحدة ويغني كثيراً لها رغم علاقاته المتعددة بالنساء. أول زواج له كان من نانسي بارباتو، الفتاة التي أحبها في صغره. أنجب منها أبنائه الثلاثة نانسي وفرانك سيناترا الابن وتينا، قبل أن ينتهي زواجهما بسبب علاقته مع الممثلة آفا غاردنر التي ستصبح زوجته الثانية فيما بعد. سيناترا الذي أدى مئات العروض الحية في مختلف المدن، وصف حفلته أمام أهرام الجيزة في مصر وبحضور الرئيس أنور السادات بأنها أكبر غرفة قام بالأداء فيها. حفله الغنائي الأخير كان في كاليفورنيا، وفي عام 1998 فارق الحياة بسبب سكتة قلبية عن عمر نهز 82 عاماً، تاركاً خلفه مسيرة فنية حافلة قدمها على طريقته. It was my